بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميع اطبائي، يا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه. ان شاء الله محاضره المادس النيورولوجي، بس بدايه اذا الصوت واضح تقولي اوكي حسب المحاضره ان شاء الله. طبعا محاضرتنا اليوم ان شاء الله راح تكون تكمل المحاضرات السابقه، محاضرات النيورو اناتومي. احنا تكلمنا هوايه على تفاصيل عن السيريبرال كورتكس، عن الثلاموس الهايبو ثلاموس او سب كورتيكال ستراكشرز بصوره عامه، واخر شيء تكلمنا عنه بالمحاضره السابقه هو الليمبيك سيستم. فبالتالي اليوم ان شاء الله محاضرتنا راح تكون ميل عبارة عن بيزل غانجليا اند سيريبيلم، حتى يبقى لنا فقط على المحاضرتين نتكلم على البرين ستيم وعلى السبينال كورد والكرانيال نيرفز. اوكي، نبدا محاضرتنا اليوم. قبل ما ندخل باساسيات محاضرتنا اللي هي البيزل غانجليا والسيريبيلم، خلينا نحكي عن شيء مهم كلش ودائما ممكن نشوفوه له هوايه ابلكيشن، وهي الدوبامينرجيك باثويز. احنا كلنا اذا نرجع ونتذكر هذا الشيء، حكينا عن الدوبامين بعده اماكن. يعني اول شيء تتذكرون حكينا انه بالبيشنت اللي عندهم سكيزوفرينيا، واحده من الشغلات اللي ننطيهم نعطي ميديكيشن تقلل من الدوبامين. اوكي، لكن بالمقابل قلنا من نعطي ميديكيشن تقلل من الدوبامين ممكن راح تدخل لي بمشكله اللي هي الموفمنت ديس اوردر. فاذا انا اعرف كشيء اساسي انه قله الدوبامين يقلل لي سكيزوفرينيا سيمتوم، لكن ايضا قلته يزيد لي الموفمنت ديس اوردر. هاي النقطة كلش مهمة. إضافة إلى هذا، إذا تتذكرون حكينا عن البرولاكتينيميا أو هايبر برولاكتينيميا، وقلنا إنه البرولاكتين بصورة عامة الدوبامين إلى إنهبيتري إفكت على البرولاكتين، فبالتالي المديكيشن اللي ياخذون أنتي دوبامين أو أي مديكيشن تقلل الدوبامين واحدة من السايد إفكت اللي ممكن نشوفها زيادة بالبرولاكتين، وبنفس الوقت كنا نعطيهم مديكيشن تشتغل از دوبامينرجيك مثل كاربيجولين البروموكريبتين وغيرها، حتى نحاول قدر الامكان شنو نقلل البرولاكتين سكريشن. فبالتالي هاي البرنسبلز كلها مره علينا. خلينا نشوف شنو الابلكيشن مالتها حتى نفهم. اول شيء الدوبامينرجيك باثويز هي عباره عن ممكن تتاثر بهواي ميديكيشن مثل الانتي سايكوتكس. اوكي، واضافه لهذا خلي ببالك قضيه الموفمنت ديسوردر مثل باركنسون ديزيز. خلينا ناخذ اول واحد كنقطه اساسيه. تذكرون ان حكينا عن السايكوسيس او السكيزوفرينيا، قلنا احنا عندنا بوزيتيف ونيجاتيف سيمتوم، والبوزيتيف سيمتوم هي مثل الديلوشن الهالوسينيشن، هاي نعتبرها كلها بوزيتيف. لكن بالمقابل النيجاتيف مثل البيشنت عنده انرجي، يحس يقول لك ما عندي طاقه كلش تايرد، هاي او عنده اباثي ما عنده اي تعاطف، او عنده اضافه لهذا لاك اوف سبيتش او هوايه شغلات. اوكي، كل هذه نعتبرها نيجاتيف سيمتومز. اوكي، هذا تكلمنا عنه بالتفاصيل من حكينا على الكرايتيريا فور دايجنوستس اوف سكيزوفرينيا. لكن اكو شغلات اساسيه نريد نعرفها هنا. يقول لك انه انت عندك باثوي نسميه ميزوليمبيك باثوي. هذا الباثوي لقوا انه من يزيد الاكتيفيتي، يعني بين قوسين من يزيد الدوبامين هو المسؤول عن البوزيتيف سيمتوم اللي هي الديلوشن الهالوسينيشن وغيرها. فبالتالي احنا من ننطي انتي سايكوتكس قلل لي الدوبامين، التارجت مالتنا هو الميزوليمبيك باثوي. حتى انا هو يعتبر البرايمري تارجت اوف انتي سايكوتيك دراجز. فبالتالي انا من انطي ميديكيشن تقلل لي الدوبامين راح تقلل لي الميزوليمبيك سيستم، فتقلل لي البوزيتيف سيمتوم. فبالتالي هاي النقطه كلش مهمه اخليها ببالي. لكن بنفس الوقت عندي باثوي ثاني وهو الميزوكورتيكال باثوي. هذا عباره عن باثوي لقوا انه قله الدوبامين هي مسؤوله عن النيجاتيف سيمتوم اللي هي الانرجي اباثي لاك اوف سبونتينيستي لاك اوف سبيتش، كل هذه تعتبر نتيجه للديكريز اكتيفيتي اوف ميزوكورتيكال سيمتوم. لهذا اذا ترجعون على الانتي سايكوتكس او على بصوره عامه السكيزوفرينيا، قلنا انه احنا من ننطي ميديكيشن انتي سايكوتكس عاده تفيدني بالبوزيتيف سيمتوم، لكن لها ليمتد افكت على النيجاتيف سيمتوم. ليش؟ لان ببساطه النيجاتيف سيمتوم مو مشكلتها زياده الدوبامين. فبالتالي هاي البوينت كلش مهمه تخلوها ببالكم، انه من احد يسالكم هذا الشيء حكينا عنه بالسايكايتري، انه الانتي سايكوتكس اكثر شيء تقلل لي شنو البوزيتيف او النيجاتيف سيمتوم، الجواب راح تقلل ميلي البوزيتيف سيمتوم، الها ليمتد افكت على النيجاتيف. فاذا الميزوليمبيك سيستم زياده الدوبامين زياده الاكتيفيتي هي المسؤوله عن البوزيتيف سيمتوم. الميزوكورتيكال باثوي قله الدوبامين قله الاكتيفيتي مالته هي المسؤوله عن النيجاتيف سيمتوم. فاذا خلي ببالي حتى ما انسى اقول
ترى زيادة الدوبامين، الزيادة دائما زيادة هي بوزيتيف، راح يعطيني البوزيتيف سيمتوم. قلة الدوبامين أو قلة الأكتيفيتي راح يعطيني النيجاتيف سيمتوم، حتى ما أنسى وأخلي ببالي الميزولمبيك والميزوكورتيكا. هاي النقطة كلش مهمة نخليها ببالي. نجي على another pathway اللي هو نسميه نيجروستريتال باثواي، اللي هو عبارة عن شنو؟ لقوا إنه أنا من أقلل الأكتيفيتي مالتي، أقلل الدوبامين، راح يجيني البيشنت بموفمنت ديس اوردر، الشيء سميناه اكسترا بايراميدال سيمتومز، اللي هي مثل الديستونيا، الاكاثيزيا، باركنسونيزم، تاردف ديسكاينيزيا، كلها تكلمنا عنها بالتفاصيل بالانتي سايكوتكس، وقلنا هذه السايد افكتس مالتها. ليش؟ لان يعني ببساطه انت تقلل الدوبامين، فتقلل الاكتيفيتي بالنيجروستريتال باث واي، فبالتالي قله الاكتيفيتي مالتها هي المسؤوله عن الاكسترا بايراميدال سيمتوم. فاذا انا اخلي ببالي decrease activity of the dopaminergic pathway مسؤول عن شنو؟ بالميزوكورتيكال مسؤول عن النيجاتيف سيمتوم، بالنيجروستريتال مسؤول عن الاكسترا بيراميدال سيمتوم. لهذا دائما قلنا انه اخلي ببالي هاي النقطه كلش مهمه، وراح نرجع نحكيها مره ثانيه من نفس ان شاء الله على بالباركنسون ديزيز، بالنيورولوجي، بالباثولوجي بالتحديد، راح نحكي عن الباركنسون وعلاقته ويا الدوبامين وهاي التفاصيل. لكن اخلي ببالي كلش مهمه قله الدوبامين راح تسوي لي الاكسترا بايراميدال سيمتوم بالتحديد على يا باثوي، على النيكروستريتال باثوي. هاي النقطه كلش مهمه، واضحه لحد الان هاي النقطه؟ اتصور هاي النقاط اللي فاهم اللي يتذكر الانتي سايكوتكس بالنسبه لهاي النقاط، يعني بس كم معلومه ضاف، والا هي اغلب ما هو يعرفه عنده علم. لكن مع هذا عندنا سؤال على هذا البوينت، اوكي تمام. نيجي على اخر شيء اللي حكيناه بالاندوكراينولوجي، قلنا احنا اللولب الدوبامين بصوره عامه قلنا كان له انهبيتوري افكت على البرولاكتين، فبالتالي من يقل عندي الدوبامين راح يزيد عندي البرولاكتين، والبرولاكتين كان يجيني مالتيبل سايد افكت حسب ميل اور فيميل، يقلل لي الليبيدو، ممكن ايضا يصير اذا ميل يصير عندهم اركتال ديس فانكشن، الفيميل يصير عندهم امينوريا، وهاي القصه كلها حكينا عنها وتكلمنا عنها بالتفاصيل. عن طريق يا باثوي، عن طريق باثوي نسميه تيوبرو انفنديبولار باثوي. فاذا اخلي ببالي تيوبرو انفنديبولار باثوي هو الباثوي اللي علاقه بين البرولاكتين والدوبامين، فهاي النقاط كلش مهمه اخليها ببالي. اذا انا من هنا أنا استنتج ان الدوبامين بصوره عامه كان هو شنو هو؟ يسوي لي انهبيشن للبرولاكتين. الدوبامين بصوره عامه كان يقلل لي البوزيتيف سيمتوم، وهاي النقطه سوري كان يزيد لي سوري كان مسؤول عن زيادة البوزيتيف سيمتوم، اوكي، عن طريق الميزوليمبيك باثوي. لكن قلة الدوبامين ايش راح تسوي لي؟ قلة الدوبامين مسؤولة عن النيجاتيف سيمتوم عن طريق الميزوكورتيكال، قلة الدوبامين ايضا راح تسوي لي اكسترا بايراميدال سيمتوم مثل ما تكلمنا عنها، وقلة الدوبامين ايضا راح تزيد لي البرولاكتين. فبالتالي هاي البوينت كلش مهمة اخليها ببالي واساسية افهمها حتى اعرف الدوبامين والتفاصيل. واضحه لحد الان اطباء؟ عندنا سؤال شيله اوكي كل زين عاشت. خلينا نحكي عن البيزال جانجليا. البيزال جانجليا هي عباره عن جروب اوف نيوكليوس موجوده بالبرين. هذه النيوكليوس لها علاقه دائما راح نشوف لها مالتيبل كونكشن ولها مالتيبل ابلكيشن، راح نحكي عنها ان شاء الله اكثر من نحكي عن الباثولوجي. راح نحكي مثلا انا عندي مشكله بالكاوديت ايش راح يجي البيشنت، عندي مشكله مثلا بالستريتم ايش راح يجي البيشنت وهكذا. لكن اذا كنت اقول انه تذكرون من قلنا الثلاموس نعتبر هو مينلي سنسري لوموتور بالثلاموس حسب رايكم يعني. قلنا مينلي هو سنسري رغم انه له علاقه بالموتور وقلنا هذا الشيء. فالبيزال جانجليا هي مينلي لها علاقه ويا الموتور فانكشن، فخلوها ببالكم هاي النقطه كلش مهمه. خلينا نحكي عن البيزال جانجليا شنو الكومبوننت مالتها. البيزال جانجليا عباره عن جروب اوف نيوكليوس، هاي النيوكليوس هي شنو؟ لازم تعرفون اماكنها كلش مهمه. عندي اول وحده هذه النيوكليوس اللي موجوده هنا وموجوده هنا قريبه على اللاترال فينتريكل اللي هي شنو نسميها؟ نسميها كاوديت نيوكليوس، هاي اول وحده اعرفها. طيب النيوكليوس الثاني اللي لازم اعرفها اللي هي هاي الموجوده لاترال اللي هي هذه القدامي وهذه نفسها موجوده هنا اللي هي ايش راح اسميها؟
بيوتامين نيوكليوس، هاي النقطة تخلوها ببالكم أيضا مهمة. النيوكليوس الثالثة اللي لازم أعرفها اللي هي هذول الاثنين سوية، اللي هذا شو أسميها؟ أسميها globus pallidus، اللي بيها external parts وبيها internal parts، بيها external parts وبيها internal parts. فبالتالي أنا عندي caudate، عندي بيوتامين، عندي globus pallidus. هاي النقطة لازم أخليها ببالي، واضحة أطباء كلش؟ ونرجع هنا من ننزل أوكي، هم راح أشوف هنا إيش عندي. عندي هاي واضح، عندي هنا الفنتركل، هذه مبين شنو؟ مبين هذه الكاوديت، كلش مهم أخليها ببالي. طيب من أجي أشوف بعد أنا إيش عندي، واضح من أنزل هنا، رغم إنه هي مو كلش واضحة بس أتوقع هاي البيوتامين، ويكون قريبة عليها شنو؟ هيكون عادة قريبة عليها اللي هي الجلوبس بالدس. فبالتالي هاي النقطة كلش مهمة أخليها ببالي. طبعا هنا راح يكون الثلمس مثل ما موجود عندكم. فإذا أنا أعرف هذا الثلمس، هذه الكاوديت، هاي البيوتامين، هذه الجلوبس بالدس، كلش مهمة أعرفها وأخليها ببالي. طبعا إضافة لهذا تريدون تعرفون بعد أكثر، عندي هذه الماميلاري بادي أوكي، هنا أنا عندي منطقة هاي المفروض تكون دارك كلر أسميها سبستنشيا نيجرا، وهنا أنا السب ثلمك نيوكليوس، هذا الثلمس الجوه هي السب ثلمك. كلش مهم تعرفون هذه الشغلات. فاذا انا عندي لاترال فينتريكل قريب عليه من هو قريب عليه الكاوديت، عندي هنا بيوتامين، عندي جلوبس بالدس، عندي ثلمس جوا مباشره سب ثلمس، وبالمقابل عندي اضافه لهذا هذا الماميلاري بادي، وعندي هنا السبستنشيا نيجرا. واضحه اطباء هاي البوينتس؟ عندنا سؤال لو اوكي كلش تمام واضحه. طيب فبالتالي من ارجع ايش دا يقول؟ دا يقول ان اني الكومبوننت مالتي عندي عباره عن شنو؟ عباره عن كاوديت، بيوتامين، جلوبس بالدس. عندي اكو مصطلحات عاده البيوتامين والجلوبس اثنيناتهم القريبه عن بعض اثنيناتهم يسموها لنتيفورم نيوكليوس. فبالتالي لنتيفورم نيوكليوس هي عباره عن جلوبس بالدس عن بيوتامين. بالمقابل البيوتامين والكاوديت هذه اثنيناتهم يسموها ستريات. فإذا تسمعون مصطلح سترياتال نيجروستريتال، مثلا احنا من هنا من نرجع على هذا الباثوي اللي تلاحظون عندي نيجروستريتال، يعني له علاقه ويا من هو؟ له علاقه ويا السبستنشيا نيجرا اللي اشوفها هنا اوكي، وله علاقه ويا شنو؟ ويا البيوتامين اند كاوديتس اوكي. فنقول عنه نيجروستريتال، بعدين ان شاء الله بنحكي على الباركنسون نفهم هذا بعد اكثر. فاذا السترياتال هي عباره عن نيوكليوس سوري كاوديتس اللي هي هذه، وكذلك البيوتامين. بالمقابل الانتيفورم هي عباره عن شنو؟ عباره عن جلوبس بالدس والبيوتامين. احيانا اكو مصطلح يسموه كوربس ستريتا، اللي هي ببساطه اشبه انت اذا تشملهم كلهم، تشمل الانتيفورم نيوكليوس اللي هم من هم اللي هم بيوتامين والجلوبس بالدس ويا هالكاوديتس. فهذا احيانا هم يسموه كوربس ستريتا. واخيرا طبعا عندي شيء اسميه كلاوسترام، اللي هي عباره عن موجوده وين؟ موجوده بين اللنتيفورم نيوكليوس والانسولار كورتكس، اللي هي هذه، هذه الانسولا تشوفون هذه نسميها الانسولا اللي موجوده هنا، هذه شو نسميها؟ نسميها كلاوسترام اوكي. هاي تعتبر لها كونكشن ويا شو اسمه ويا السنسوري كورتكس، بالتحديد ويا الفيجوال كورتكس. طبعا مو موضوعنا ما تهمنا، انا يهمني تعرفون مكان الكاوديت كلش مهم وهايل، تعرفوه قريب على اللاترال فينتريكل، تعرفون الثلمس قريب عن الثيرد فينتريكل، تعرفون مكان الجلوبس بالدس انترنال واكسترنال، تعرفون كذلك مكان البيوتامين، تعرفون كذلك السبثلمك نيوكليوس، وكذلك السبستنشيا نيجرا. كلش مهمة تعرفوها بالتفصيل اوكي. واضحه لحد الان؟ عندنا سؤال استفسار لو اوكي، حتى نجي ندخل على شنو قصه البيزال غانجليا، شنو علاقتها، شنو الباثوي مالتها. لاحظوا أنا راح أشرحها على هذا الرسم وراها أرجع القصة شنو. البيزل غانجليا بصورة عامة التارجت مالتها إنه تسوي لي ريجوليشن للموفمنت، خلوا ببالكم هاي النقطة. فبالتالي شلون راح أسوي لي ريجوليشن؟ أول شيء أنا عندي، خلوا ببالكم أسأل سؤال، من عندي الإنهبيتري نيورو ترانسميتر؟ منو الإنهبيتري نيورو ترانسميتر عندنا بالبرين؟ من يتذكر كم واحد عندي إنهبيتري نيورو ترانسميتر؟ الانهبيتري واحد عندهم الجابا اوكي، والثاني كلش زين الجلايسين، كل زين كلش مهم ما اعرفه، عاش ديكم. طيب من يعرف واحد اريد الجلوتاميت هو شنو؟ اذا
اكزايتاتوري نيورو ترانسميتر، عوفوا البلايتس ما يهمني هسه، يهمني تعرفون انه الجلوتاميت هو اكزايتاتوري نيورو ترانسميتر، الجابا هو انهبيتوري نيورو ترانسميتر، هذا يهمني كمبدئي. لاحظوا هنا اذا اشوف نفس الوقت اخلي ببالي الستريتسام اللي هو قلنا عنه اللي هو الكاوديت والجلوتامين، اوكي هو يطلع لي شغلات تعتبر انهبيتوري، جابا جابا، فبالتالي هو يعطيني انهبيتوري. هاي واحد الجلوبوس بالادس اكسترنس، اوكي او الاكسترنال سيجمنت يعطيني جابا، فبالتالي ايضا يعتبر انهبيتوري، فانا هذول عندي الاثنين عرفتهم انهبيتوري. الجلوبوس بالادس انترنال سيجمنت ايضا طلع لي جابا، فايضا تعتبر انهبيتوري. فاذا ده اشوف كل البيزال جانجليا تعطيني جابا، كل النيوكليوس عباره عن بتعطيني جابا. طيب منو ينطيني بالمقابل مو جابا؟ السيربرال كورتكس ينطيني جلوتاميت يعتبر اكزايتاتوري ستيمولايشن، والسب ثالاميك نيوكليوس ينطيني جلوتاميت يعتبر اكزايتاتوري. واضحه هاي البوينت؟ عندنا مشكله لو اوكي بالنسبه لنا. فاذا انا عندي الاكزايتاتوري هو السيربرال كورتكس والسب ثالاميك، الانهبيتوري هي الستريتوم، الجلوبوس بالادس بتفاصيله وبنوعيته. هاي لحد الان متفقين. شنو الباثوي؟ شلون البيزل جانجليا إلها سبرشن للموفمنت؟ حاول تسوي سبرشن للموفمنت، تسوي ريجوليشن للموفمنت، سواء عن طريق شو نسميه دايركت باثوي، اوكي؟ فبالتالي هي شنو تسوي لي بروموشن للموفمنت، او عن طريق اندايركت باثوي تسوي لي سبرشن للانونتد موفمنت. شنو هاي القصه؟ شلون تسوي لي ستيموليشن وشلون تسوي لي سبرشن؟ شنو القصه بالضبط؟ شنو النتيجه مالتي؟ وشنو التفاصيل؟ لاحظوا هذه النقطة. أنا عندي دايركت باثوي حتى نفتهم ونعرف وين راح نوصل. أنا عندي من السيربرال كورتكس راح يعطيني جلوتاميت، الجلوتاميت يسوي اكتيفيشن للكوربس ستريتم. وهنا السؤال الكوربس ستريت أو ستريتم من أسوي له اكتيفيشن راح يعطيني شنو؟ جابا لو جلوتاميت؟ كل زين راح ينطيني جابا بالدايركت باث واي. واحنا هنا بدنا نحكي على الدايركت باث واي، يعني بدنا نحكي على هذا الليفل، ما عليكم هنا انا عوفوا هذه. بالدايركت باث واي انا سويت ستيموليشن للستريتا وانطاني جابا، جابا راح تروح تشتغل على جلوبوس بالادس، وهنا أنا اسال سؤال وركزوا على السؤال. انا سويت انطيت انهبيتوري نيورو ترانسميتر على شيء يسوي برودكشن اوف انهبيتوري نيورو ترانسميتر. فهنا السؤال، انا من اجت جابا على الجلوبوس بالادس راح شو تسوي لها؟ تسوي لها انهبيشن ولا تسوي لها ستيموليشن للجابا على الجلوبوس بالادس؟ لاحظوا تسوي لها انهبيشن ولا ستيموليشن؟ كل زين، انا بدي اسوي انهبيشن على الجلوبوس بالادس. طيب معناها الجلوبوس بالادس راح تنطيني جابا لو ما تنطيني؟ ما تنطيني جابا، وهذا المصطلح اللي احنا من عن طريق الجابا اسوي انهبيشن للانهبيتوري، يعني جابا راح يسوي لي انهبيشن للجلوبوس بالادس اللي هي اوريدي انهبيتوري، هذا الانهبيشن اوف انهبيشن يسموه ديس انهبيشن. فبالتالي انا انهبيشن للانهبيشن معناها شنو عندي؟ ايش راح يصير؟ انهبيشن لو ستيموليشن. دا احكي على الليفل مال الثلامس. الثلامس راح بالضبط معناها انا دا اسوي ديس انهبيشن، يعني راح اسوي ستيموليشن للثلامس. انا دا اسوي ديس انهبيشن عن طريق شنو؟ عن طريق الجابا دا اسوي انهبيشن للجلوبوس بالادس فامنع الانهبيشن مالتي، هذا المصطلح اسميه ديس انهبيشن، اوكي؟ فبالتالي النتيجه مالتي انا دا اسوي ستيموليشن للثلامس، فبالتالي يسوي بروموشن اوف موفمنت. فاذا الدايركت باث واي يسوي لي بروموشن اوف موفمنت عن طريق الديس انهبيشن. شلون؟ قلنا انا عندي الجلوتاميت سوى لي اكتيفيشن للستريتم، انطاني الجابا، الجابا سوى انهبيشن للجلوبوس بالادس، فبالتالي لغالي الجابا هنا، وهذا نسميه ديس انهبيشن، وبالنهايه معناها الثلمس بعد ما يصير انهبيشن باي جلوبوس بالادس انترنال سيجمنت، فبالتالي يصير عندي ستيموليشن للموفمنت. هذا هو اساس الدايركت باث واي. خلي ارجع على الحكي الموجود واقرا. يقول لك الدايركت باث واي انا تجيني اكزايتاتوري انبوت من السيربرال كورتكس الى الستريتم، اوكي؟ بالتحديد مثل ما قلنا الستريتم هو عباره عن كاوديت وبلوتامين.
طبعا انا من تجيني اكزايتيتر للسيتريات راح يصير عندي شنو ريليز اوف انهبيتوري انهبيتوري نيورو ترانسميتر من الستريات اللي هي الجابا. الجابا طبعا هذا النيورو ترانسميتر راح يروح من الستريات وين على الانترنال سيجمنت اوف جلوبوس بالادس ويسوي لها انهبيشن. فبالتالي من اسوي انهبيشن للانترنال سيجمنت اوف جلوبوس بالادس معناها بعد ما عندي جابا ومعناها شنو راح يصير عندي ببساطه الثلمس راح يصير له اكسايتيشن. اوكي فبالتالي النت افكت مالتي هو شنو هو ديس انهبيشن اوف ان ذا دايركت باث واي اند ديس انهبيشن راح ينطيني شنو انكريس ليفل اوف اكسايتيشن اند بروموشن اوف موفمنتس. فبالتالي هاي الملخص اذا تقروه بس قرايه هنا شنو هاي القصه ديس انهبيشن وانهبيشن وجابا بس من تتابعون على المخطط والشيء شرحناه اتصور اي واحد من عندكم هسه هو مغمض يقدر يرسم هذا الباث واي بكل السهوله. واضحه لو تريدون اعيده مره ثانيه ما عندي مشكله انا. تمام كل زين. خلينا نحكي عن الاندايركت بيزل جانجليا باث واي ونرجع على فكره اكو على المخطط مال فيرست ايد هم راح نرجع نشرحها مره ثانيه. الاندايركت بيزل جانجليا باث واي ايش عندي انا ببساطه؟ انا عندي الكورتكس اجين راح يعطيني جلوتاميت اللي هو اكزايتيتري فيسوي لي ستيموليشن للستريتر فينطيني اذا احكي على الاندايركت باث واي ينطيني الجابا. الجابا اتفقنا انه هو انهبيتر فانا راح اسوي انهبيشن للجلوبوس بالادس اكسترنال سيجمنت. فبالتالي بعد ما عندي جابا فبالتالي النتيجه مالتي شنو راح اسوي ستيموليشن للسب ثلاميك نيوكليوس يعني اشبه من مثل قصه الثلمس ان انا عندي السب ثلاميك نيوكليوس سويت لها ستيموليشن باي وات باي ديس انهبيشن نفس القصه. من صار عندي ستيموليشن للسب ثلاميك نيوكليوس راح اسوي ريليز للجلوتاميت. هنا الجلوتاميت اتفقنا هو اكزايتيتري فراح يسوي اكتيفيشن للجلوبوس بالادس انترنال سيجمنت. وهنا السؤال من اسوي ستيموليشن للجلوبوس بالادس راح تنطيني جابا لو ما تنطيني جابا؟ بالضبط راح اسوي برودكشن اوف جابا والجابا هو انهبيتري فيسوي انهبيشن للثلمس وبالتالي يسوي انهبيشن للانوانتد موفمنت. فاذا الاندايركت باث واي هو انهبيتري عندي الكورتكس اكزايتيتري ينطي للستريتم اللي ينطيني الجابا. الجابا راح يسوي لي ديس انهبيشن على السب ثلمك نيوكليوس عن طريق شنو؟ عن طريق يوقف لي الجلوبوس بالادس انهبيتري افكت على السب ثلمك نيوكليوس وهذا نسميه ديس انهبيشن. فمعناها من الغي الانهبيشن صار عندي اكزايتيشن للسب ثلمك نيوكليوس يسوي ريليز للجلوتاميت يسوي اكتيفيشن للجلوبوس بالادس انترنال سيجمنت فبالتالي تسوي لي ريليز للجابا وتسوي لي انهبيشن على الثلمس وهذا اللي نسميه احنا شنو نسميه الاندايركت باث واي. فبالتالي اذا ارجع مره ثانيه او اقرا بالاندايركت باث واي اجين راح تجيني اكزايتيتري انبوت من السيربرال كورتكس توصل للستريتم بالكاوديت والجلوتامين. هاي الانهبيتر سيسمن او خلينا نقول الاكزايتيتري راح يسوي لي اكتيفيشن للستريتم ويسوي ريليز اوف انهبيتري نيورو ترانسميترز اللي هي الجابا. اوكي هذا الجابا طبعا وين راح يشتغل؟ راح يشتغل بالتحديد على الاكسترنال سيجمنت اوف جلوبوس بالادس مثل ما اتفقنا. وهو اصلا المفروض الاكسترنال سيجمنت راح يسوي لي تنطيني جابا صح لو لا؟ وتسوي انهبيشن للسب ثلمك نيوكليوس، لكن انا اوريدي وقفت الاكسترنال سيجمنت فبالتالي بعد ماكو جابا فبالتالي انا شنو الديس انهبيشن اللي صار عندي؟ سوى اكزايتيشن للسب ثلمك نيوكليوس. السب ثلمك نيوكليوس ايش تنطيني؟ تنطيني ببساطه جلوتاميت. هذا الجلوتاميت يسوي لي شنو؟ اكزايتيشن للجلوبوس بالادس انترنال سيجمنت اللي هي بدورها تنطيني جابا وتسوي انهبيشن للثلمس. فبالتالي النت افكت مالتي شنو؟ دا اسوي ديكريز ليفل اوف كورتيكال اكزايتيشن وسبرشن اوف انوانتد موفمنتس. هذا الاندايركت باث واي. فبالتالي الدايركت باث واي شنو؟ الدايركت باث واي هو عباره عن اكزايتيتري، الاندايركت هو انهبيتري، الاندايركت في شغلات زياده دخلنا على الاكسترنال سيجمنت، دخلنا كذلك على السب ثلمك نيوكليوس. فبالتالي هاي النقاط كلش مهمه اخليها ببالي وما انساها. واضحه لحد الان؟ عندنا سؤال استفسار عن هاي البوينت او اوكي لحد هسه؟ تمام. هنا نجي على الشيء
ها هي بصورة عامة هاي الدايركت والاندايركت باثوي بصورة عامة هي مسؤولة عن الريجوليشن اوف موفمنت. ماكو فتشي شو وقت يشتغل او شو وقت ما يشتغل، هم اثنيناتهم اندايركت كونتاكت، اثنيناتهم شغالة بحيث الجسم دائما اكو موفمنت. يعني تخيل واحد من يمشي شلون يمشي بهذا الريجوليشن، صح السيرابيلوم يشارك لكن ايضا البيزن جنجليا تشارك. وراح تفتهمون قصة البيزن جنجليا اكثر ان شاء الله ما راح نحكي عن الابنورمال موفمنت ديس اوردر. راح تشوفون مثلا هاي الموفمنت الفجأة الحركة المو طبيعية ليش شنو القصة، راح تفهموها اكثر من نحكي عنها. لكن بسرعة عامة الدايركت والاندايركت واحد يكمل الثاني، ماكو واحد يعني واحدة يشتغل. الدايركت يسوي لي اكزايتيشن واكتيفيشن للوانتد موفمنت، الاندايركت يسوي لي سبريشن للانوانتد موفمنت، فبالتالي يصير عندي هذه الريجوليشن، يصير عندي هذه خلينا نقول السمود موفمنت، الفلكسبل موفمنت، النورمال موفمنت اللي عندنا. اوكي تمام. احنا طبعا من حكينا عن الدايركت والاندايركت حكينا هوايه عن الجابا، اوكي، وقلنا الايفكت مالتها. لكن اضافه لهذا انا عندي مالتيبل انذر باث، انذر نيورو ترانسميتر او انذر سبستانس ممكن تاثر على الدايركت والاندايركت باث واي، وهاي كلش مهم تخلوها ببالكم لانها لها علاقه هوايه بالموفمنت ديس اوردرز. وهي شنو؟ وهي الدوبامينيرجيك والكولينيرجيك. واتذكر من حكينا، اذكروني اذا حكينا هذا الشيء او لا، من حكينا على الانتي سايكوتكس بوقتها قلت لكم دائما الدوبامين والكولينيرجيك او الاستايل كولين دائما هم كف ميزان، من يزيد واحد ياثر على الثاني وهكذا بالعكس، صح لو لا؟ وعلاقتهم بالموفمنت وهاي التفاصيل كلش مهمه انتم تكونوا مراجعين انتي سايكوتكس زين، لان هنا كل الشغلات بتكون تقوم تثبت لك المعلومه وتفسر لك اياها بعد اكثر. صورة عامة الدوبامينيرجيك نيورون احيانا تجيني من السبستانشيا نيجرا، وقلنا هاي النيجرو ستريتال باث واي، اوكي، تجيني من السبستانشيا نيجرا وتوصل للستريتم، هذا نسميه نيجرو ستريتال باث واي. هذه طبعا لقوا انه الدوبامينيرجيك الى تو افكتس، هي ممكن الافكت مالته يسوي اكزايتيشن للدايركت باث واي وانكريز كورتيكال اكزايتيشن، لكن بنفس الوقت هذا الاكزايتيشن عن طريق شنو؟ عن طريق الدي 1 بالدايركت باث واي، فبالتالي الدي 1 يسوي لي اكزايتيشن للدايركت باث واي. لكن بالمقابل ايضا عن طريق الدي 2 يسوي لي انهبيشن للاندايركت باث واي، فبالتالي بالنهايه الدوبامين شنو علاقته ويا الموفمنت؟ هاي النقطة خلوها ببالكم، الدوبامين شنو علاقته ويا الموفمنت؟ كلش مهم نخليها ببالنا حتى نفتهم هاي القصة. الدوبامين بصورة عامة، وإذا أرجع هنا حتى نفتهم هاي القصة بعد أكثر، هنا إحنا قلنا النيجرو ستريتال باث واي إلها علاقة بالريجوليشن أوف موفمنت، أوكي؟ فبالتالي خلي ببالي مني كل عندي الأكتيفيتي مالته راح يجيني البيشنت عنده إكسترا بايراميدال سنتر، أوكي؟ هذا النيجرو ستريتال باث واي. زين شنو علاقتهم؟ ليش؟ شنو الإفكت مالتهم؟ لأن ببساطة عندك أنت الدوبامين الدي 1، أوكي؟ هو كان عبارة عن شنو؟ عبارة عن اكزايتاتري، اوكي؟ هاي النقطة كلش مهمة. الدي 1 يعتبر اكزايتاتري للدايركت باث واي، فبالتالي الدوبامين يسوي لي اكتيفيشن للدايركت باث واي. بالمقابل الاندايركت باث واي يسوي لي انهبيشن الى عن طريق الدي 2 ريسبتر، هذه دائما تجي اسئلة علي. طبعا تفاصيلها راح نرجع نفهمها مرة ثانية، ارجع اقول راح نرجع نفهمها أكثر من نحكي عن الموفمنت ديس اوردرز، راح نفصلها أكثر. نفتهم العلاقه شنو الدوبامين وليش انا من انطي انتي سايكوتكس شنو علاقتها ويا الدوبامين وشنو تاثر وليش يجيني البيشنت بموفمنت ديس اوردر، كل هذه التفاصيل. لكن اخلي ببالي هاي النقاط كلش مهمه، علاقتها بالريجوليشن اوف دوبامينيرجيك باث واي. تخيل انت ببساطه من تقلل الدوبامين، انت ببساطه من تقلل الدوبامين يعني بعد البيزن جانجليا باث واي راح يصير عندك مشكله كبيره، الريجوليشن مال البيزن جانجليا راح يصير فيه مشكله. ليش؟ لان الدوبامين كان له افكت على الدايركت والاندايركت باث واي، فهاي النقطه كلش مهمه نخليها ببالنا. بالمقابل الكولينرجيك نيورون، النيورون هاز نيجاتيف او هاز نيجاتيف افكت. ليش؟ لان لقوا ان الاستايل كولين هو عاده راح يسوي لي اكتيفيشن للدايركت الاندايركت باث واي ويسوي يقلل لي الكورتيكال اكزايتيشن. فاذا اخلي ببالي هاي النقطه كلش مهمه، الاندايركت باث واي الانهبيشن باي دي 2
الى ستيميليشن باي استايل كولينج. خلوها ببالكم هاي النقطه، راح نفهمها بعد اكثر بتفاصيل اكثر من نحكي عن الموفمنت ديسوردر، راح نفصلها بالتفصيل ونعرف شنو علاقتها. لكن خلوا لي الاندايركت باث واي يصير له انهبيشن باي دي 2 يصير له ستيميليشن باي استايل كولينج، كلش مهم نخليها ببالكم. نرجع على ملخص الموضوع من الفيرست ايد، ايش يقول؟ اول شيء البيزال جانجليا امبورتنت ان فولنتري موفمنت اند ادجستنج بوستشر. اوكي، طبعا تجيها كورتيكال انبوت وبالمقابل لها ايضا نيجاتيف فيدباك للكورتكس على مود تعدل لي الموفمنت. عندي اكو شيء اسميه هذه الكاوديت، مثل ما قلنا هنا أنا عندي هذه البيوتامين وعندي هذه الجلوبس بالادس اكسترنال وانترنال سيجمنتس. اوكي، اتفقنا انه الستريتم هي عباره عن بيوتامين وكاوديت، بالمقابل اللنتي فورم هي عباره عن بيوتامين اند جلوبس بالادس، هي هذه اسميها اللنتي فورم. اوكي، عندي تو باثويز دايركت و اندايركت. الدي 1 يسوي لي ستيميليشن للدايركت باثوي، الدي 2 يسوي لي انهبيشن للاندايركت باثوي. هذا الشيء نخليه ببالنا وكلش مهم. طبعا الدايركت باثوي اللي يعتبر اكزايتاتري تجي انبوت من السيربرال كورتكس، اوكي، توصل للستريتا. طبعا الاس ان هنا شو اسمه يقصد بها تصور شو اسمه سبثالاميك نيوكليوس، مو لو سبستنشن اجرا، والله صح ما متاكد بس اتصور يقصد بها لا سبستنشن اجرا، سبستنشن اجرا بارس كومباكت، هاي السي بارس كومباكت فاينا سبستنشن اجرا سوري. اوكي، فبالتالي هنا السبستنشن اجرا راح يسوي ستيميليشن للستريتا. الستريتا طبعا عن طريق النيجروستريتال دوبامينرجيك باث واي راح يسوي ريليز اوف جابا. اوكي، يسوي لي انهبيشن للجابا ريليز فروم جلوبس بالادس انترنال سيجمنت، فبالتالي يسوي ديس انهبيشن للثلمس، فبالتالي يزيد لي الموفمنت، وهذا الشيء تكلمنا عنه. بالمقابل عندي الاندايركت باث واي اللي هي شنو؟ اللي هي ببساطه الانهبيتري، عندي سبستنشن اجرا راح تنطي انبوت للستريتا ويسوي لي اكزايتيشن، هو راح يسوي لي ريليز طبعا للجلوتاميت. اوكي، ومالتبل سوري الستريتا راح يسوي ريليز للجابا. الجابا ايش راح يسوي؟ الجابا بالنهايه يعتبر ديس انهبيشن، راح يسوي شلون؟ عن طريق انهبيشن للجلوبس بالادس، وبالتحديد شنو هو؟ الاكسترنال سيجمنت اللي كانت تسوي لي انهبيشن على من؟ على السب ثلمك نيوكليوس. اوكي، فبالتالي انا راح احرر السب ثلمك نيوكليوس اللي يسوي لي ريليز للجلوتاميت، يسوي اكتيفيشن للجلوبس بالادس انترنال سيجمنت اللي بدورها تسوي لي انهبيشن للثلمس. هذا الشيء تكلمنا عنه بالتفاصيل. قلنا الدوبامين بايند تو دي 1، اوكي، ويسوي لي ستيميليشن للاكزايتاتري باث واي، واضافه لهذا الدي 2 يسوي لي انهبيشن للانهبيتري باث واي. فبالتالي هاي النقاط كلش مهمه اخليها ببالي. بنرجع هنا على المخطط هذا، واضح انا عندي هنا كورتكس بيجيني انبوت على شنو؟ طبعا الاخضر يعني ستيميليتري، الاحمر يعني انهبيتري. طبعا بالدايركت باث واي دا اشوف ان السربرال كورتكس يسوي لي اكتيفيشن للستريتا. الستريتا طبعا بالدايركت باث واي راح يعطيني جابا ويسوي لي انهبيشن للجلوبس بالادس انترنال سيجمنت اللي كانت تعطيني جابا، فبالتالي اسوي لي انهبيشن بعد ماكو جابا، فبالنتيجه يصير عندي ستيميليشن للثلمس. بالمقابل بالاندايركت باث واي كان عندي انبوت من الكورتكس، اوكي، دي يوصل الى الستريتا اللي ينطي هو جابا. الجابا راح يسوي انهبيشن للجلوبس بالادس انترنال سيجمنت، فبالتالي النتيجه شنو؟ دا اسوي ديس انهبيشن على السب ثلمك نيوكليوس. السب ثلمك نيوكليوس راح تسوي ريليز للجلوتاميت وتسوي اكتيفيشن للجلوبس بالادس انترنال سيجمنت اللي تنطيني جابا وتسوي انهبيشن للثلمس. فبالتالي هاي القصه مال دايركت والاندايركت باث واي. دا اشوف الدي 1 لها علاقه بالدايركت باث واي، الدي 2 تسوي انهبيشن للاندايركت باث واي، وهذا الشيء تكلمنا عنه بالتفصيل. واضح اطباء البيزال جانجليا عندنا مشكله بيها؟ لو اوكي بالنسبه لكم لحد هسه الموضوع واضح شنو الدايركت شنو الاندايركت باث واي، شنو كل واحد وظيفته، شنو الدي 1 شنو الدي 2 وعلاقتهم؟ تمام كل السنه.